اهلا وسهلا بكم في القناة، اهلا بكم مشاهدي الكرام. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. اليوم بحول الله موعدنا مع وصفة سهلة وبسيطة واقتصادية وصحية في نفس الوقت. فإذا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة مرحبا بكم. هذه الوجبة باش تعملوا اشتراك وتنضموا إلينا القناة وشغلوا الجرس باش توصلوا بالوصفات مجرد ما تنزل في القناة. ولا كنتوا من الأوفياء القناة تنجد الترحاب بكم. واللي ترغب في وصفات بالروبوت ثيرموميكس مرحبا به معنا في قناة لطيفة ثيرموميكس، رابطها في صندوق الوصف. ندوزو نكتشفوا المقادير وطريقة تحضير هذا السرديل الصحي. لهذه الوصفة بحاجتنا للسرديل اللي تنقيوه، تنحيدو منه هذا الحراشي بتاعو اي القشرة اللي مغطياه، تنقيوه من البطن، تنحيدو منه هذا السنسول اللي في الوسط، تنجيو لجهة البطن تنزيدو نقصو منها هذا اللي اللون تاعو كحل كله، زيدو تيكون فيه غير الشوك كيف تشوفوا معايا. وكاين بعض الاطفال اللي تيحسوا به في الاكل، وتنقادوه بحال هذه الطريقه، تنحيدو هاد الشوكه اللي تتكون هنايا، اذا تنجردوه من اغلبيه الشوك اللي فيه. شتو بحال هكا، كاع الشوك اللي عندنا في الجناب تنحاولو نحيدوهم على ود الاطفال اللي ما تيتحملوش المضغ تاع هاد الشوك. كاع اللي فيها الشوك نحيدوها، قدو هكدايا وتنحيدو هاد الشوكة اللي هنايا، تنقادوه بهاد الطريقة. هادشي كله راه شوك كله، تنقادوه وتنغسلوه وننظفوه كيف تشوفوا معايا. وندوزو نوجدو ليه الشرمولة اللي غنحتاجو فيها ثوم، واحد ربيع تاع الحامض مصير، واحد الفلفلة حمراء تجي بنينة بالشرمولة. نقصو شوية الطحين تاع هاد العناصر، نزيدو الكزبر ومعدنوس، نجمعو كلشي في الوسط، ندير الإقامة اللي هي إقامة الحوت، تحميرة، كمون، خرقوم عواد، شوية البزار، شوية سكنجبير، كزبر حبوب، شوية الملحة حسب الذوق، زيت الزيتون واحد ثلاثة المعلقات. نسدو ونطحنو كلشي مزيان، هذه هي الشرمولة تاعتنا. نجيب واحد اللاطة تدخل الفران، ندهنها بزيت الزيتون، نرشها بالفينو او بالسميد الرقيق، نستف عليها الحوت، ونشرمل هذا الحوت. نجي نغطيه بحال هكا، عاود ندهن السرديل تاعي بزويتة العود، ورشو بالفينو او السميد الرقيق اللي عندكم او الطحين تاع الزرع اللي موجود،
وندخلو الفران يطيب، مشعول من الفوق ومن التحت بطبيعة الحال مع المراقبة. ومن تيطيب تيجي على هذا الشكل. وهكذا تنوصلو نديرو سرديل صحي بلا قليب بلا زيت، تيجي رائع في المذاق، وصفة اقتصادية وصحية. فإلى عجبتكم الوصفة جربوها، وإلى عجبتكم ما تبخلوش عليها بالبرتاج واللايك ووضع تعليقات. بارتاجي الوصفة مع الأهل والحباب باش تعم الفائدة. والتي يرغب في وصفات بالروبوت ثيرموميكس مرحبا به معنا في قناة لطيفة ثيرموميكس، رابطها في صندوق الوصف. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله.